وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوانا فام. حلقة جديدة من أوستار، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله تعدي لكم نهار خفيف ما حسيتوش ولا محلها سنة رمضان ما شاء الله وتبارك الله النهار ما تحسوش. سلم على التوانسة الكل في الغربة اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، في تونس ولا خارج تونس، اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام ولا نوتخ باج فيسبوك ديوانا فام. شكون معاكم؟ أميمة عياري، معايا أيا بركات، فرح مرواني في الإعداد، محمد زعبار في الإخراج، وحسين في الإخراج الرقمي. بعد شوية باش يكون بحذينا منصف العجنقي، العجنقي هكا ولا اسمه صعيب سي منصف، نسلموا عليه برشا، اللي باش يكون حاضر بحذينا الساعة الأولى، وباش نحكيو على دوره في مسلسل فلوجة. أما قبل ذي باش نحكيو على سيت كوم أولاد الحي في دبي مع أحمد الأندلسي. ألو ألو ستار أحمد الأندلسي، أهلا وسهلا. أميمة، رمضانك مبروك، كل عام وانت حي بخير يا احمد. كل عام وانت حي بخير، نسلم عليك برشا برشا، نسلم على السادة. يعيشك يا احمد، اللي في ديال نتاع الجودي ولا شيء. يفضلك يا احمد، نسلم عليك. احنا زيدا نحكيو على اولاد الحي في دبي، حابين نفهموا منك انت اكثر، ومن زيدا كيف كيف من خلال التدوينه اللي هبطها انت وهبطها زيدا منتج العمل مجدي الحسيني، اللي قلت لو ستتواصل هذه المهزله سيتم ايقاف بث اولاد الحي في دبي. احنا ما يتفرج فينا حد، ما يتفرج فينا حد، مش لازم نكملوا، وسامحونا كان انتجنا معكم مش بالعاني. هذا على بعد ما هبطوا نسب المشاهده. احمد، هذه كانت ردة فعلكم بخصوص ميديا سكان وسيجما كونسيز؟ هذا كيف كيف؟ لا انا ما نعرفش بها، يعني سب المشاهده ما هيش عليها، ومترفقه اصلا ونعرفوها كيفاش تخدم مع الكريس، ونعرف اصلا شكون حتى يخلصوا فيها من السب. سينو التدوين هذيك تدوين مجدي الحسيني، يعني هو ينجم يحكي لك اكثر تفاصيل على اللي هبطوا. انا انسان في اللي هبطوا، معناها اذا كان نفس التدوين انتم ما هبطتوها احمد. اي تدوينته، تدوينته هو يكتب لنا التدوين. وانا ديجا كي هبطت هبطت عن مجدي الحسيني. وانا فهمت مانيش انا كاتب التدوين. سينو انا مع مساندو، معناها لازم هبطت على خاطر مساندو. و اكيد مساندو معناها. اي مساندو بخصوص انت قلت صبر الارام، ما نستعرفش بهم، واللي اكيد اللي حسب ما فهمت منه اللي فما مشاكل مع اولاد الحي في دبي بالنسبه اللي نسب المشاهده، اللي حسب صبر الارام مانيش نشوفوا فيها شيء، اللي انتم خليكم تستنتجوا حتى برئيس الجمهوريه. احمد فسر لنا انت شنو اللي صاير بالضبط. على خاطر فما موضوع عميق، معناها انا قلت لك الموضوع مش كيف صبر الارام، يعني فما ناس وراء الشركات اللي هي قاعدة تتحكم في قواعد اللعبة، طلع هذا وتهبط هذا لسبب وحيد وهو الإشهار. فلوس، معناها 100% نحكي فلوس، باش يضروا، معناها حطانهم فلوس في بلايص معينة ولا في تنظيمات معينة ولا في إنتاجات معينة، وصح وباش فيه. لكن إنك تستعمل الطريقة هذه وتضر الناس أخرى، كما صار مع العديد والعديد من المنتجين، ونعرفوا شنو صار مع نجم عياد، ونعرفوا شنو صار مع سيد الحسين، ونعرفوا شنو صار مع العديد من الاسامي اللي انجت للتلفزه، واللي من بعد في رمضان ما لقاتش اشعار باش يغطي تكلفه هذا الانتاج، وما لقاتش اشعار لتغطية تكلفه هذا الانتاج، لانه هالشركات هذوما معناها اللي ماخذينهم مقياس مستشارين بوريقه منهم، معناها تحدد مكان الاشعار وين يمشي وين يجي. يعني اليوم انا كيف نشوف شركه سبع اراء الزرقوني، تلقاها معناها تلقى معناها قناه الانسان وقناه الميادين وقناه، اقسم بالله قناه الانسان في بالي انا مقعره، مقعره ما بعرفش شيء اكزيست، الحق ما نعرفش، فهمت؟ وتلقى قناه الجزيره، وتلقى قناه بون بين سبور مع عادية بيسك كورة، وتلقاها موجودة عادي تنجم تكون قبلك، وتلقى معناها قنوات ما عندهم أقسم بالله لا نعرفهم، تلقى ناسيونال جيوغرافيك في رمضان، في رمضان ناسيونال جيوغرافيك تلقاها قبلك يا رسول الله، يعني معناها واحد يشق فترة يحط ناسيونال جيوغرافيك. هو أنا ما فهمتش. هو اكيد عندك الحق احمد تنغر على العمل نتاعك، واذا مجهودك ومجهود ناس خدموا سي في مش نغر على العمل، انا نحكي بصفه عامه. اي واللي قلت قبل راه اخي بالك اول مره معناها لا جوست خان كمل لك احمد جوست، يعني الكلام هذايا نتصور غشش فريق عمل سوبر تونسي، كاينكم حسوا اللي انتم استنقصتوا من مجهوداتهم، خاصه اللي هما متصدرين نسب المشاهده. حتى كريم الغربي كان هبط تدوينه قال كنا في الحوار التونسي
الفرنسا نجيو من الاولانيين في نسبه المشاهده برشا، الله يهديهم من الدومين، كنا نعتبروهم اصحاب. يقول لك وراهم ماكينه ويشريو في نسب المشاهده، وكي جينا نسمع يقولوا زاد وراهم ماكينه ويشريو في نسب المشاهده، ما يعرفوش اللي احنا الماكينه. ما فهمتش كريم، معناها عباره واحد حك راسه ولبس الحيط واحد. ما فهمتش كريم، شنو دخلوا اصلا بالموضوع؟ يدخل في روحه هو في الموضوع، ما فهمتش كريم. اتصل بيا معناها اون بريفي قبل، معناها قال لي كيفاش هكا وهكا وهكا. قلت له يا كريم الموضوع هكا، قال لي ما نوضح، راه الجمهور قاعد يبعث لي دي كابتور كل شيء كل شيء، وانا قال لي ما نجمش نجاوب. قلت له توت سويت، هذا عندي موثق راهو توت سويت، وهبط ستوري وقلت يا ولادي راهو ما عنديش اشكال مع المنتوج اللي قاعد يتعدى في القناه، راهو بالنسبه لي انا سوبر تونسي من اهم الانتاجات الكوميديه في رمضان السنه، وكذلك مسلسل عبد الحميد بوشناق عنده جمهور وعاودتها ونزيد نعاودها لك اليوم. من احسن الاعمال اللي قاعده تتعدى في رمضان هي سوبر تونسي، وكذلك مسلسل عبد الحميد بوشناق انا ما شفتوش، لكن متاكد انه باش يكون مسلسل عنده طابع خاص نتاع عبد الحميد وعنده جمهور. انا ما عنديش مشكل مع المنتوج، وارجع شوف مانيش نحكي على المنتوج، انا نحكي على هالمنظومه اللي قاعده تخدم، والماكينه اللي تدفع في الفلوس. ما قلتش انتوما تدفعوا في الفلوس، انتوما وقال احنا الماكينه، صحه وفرحه اخويا، انتوما الماكينه، احنا ماناش ماكينه، احنا مبدعين احرار، نخطئ ونصيب. وقلت هذايا في الستوري، معناها نجموا نغلطوا كما نجموا معناها ننجحوا، لكن في الاخير ما عنديش مشكله مع اي منتوج قاعد يتعدى في هذه القناه. أنا عندي مشكلة مع هذه القناة، لأنه هذه القناة هي معناها عبارة أنتر بارونتيز اللي بهم القصير في العجة، على خاطر الناس اللي وراء هذه القناة هما اللي قاعدين يترفقوا وقاعدين يخدموا في خدمة مسخة برشا، والشيء هذايا باش نخلطوه إلى رئاسة الجمهورية وباش نحطوه على الطاولة، ونهار اللي نوصلوا إلى رئاسة الجمهورية تو نسكت وما عادش نتكلم، ونخلي القضاء ونخلي معناها اعلى هرم السلطه الناس تخدم خدمتها ويعرفوا ايش قاعد يصير في دوماننا. يعني نفس نفهم منك احمد اللي انت تتفق تقريبا عندك نفس الراي مع سونيا بن بلقاسم، يعني تحكيوا في نفس الحاجه في نفس راي. هذا مش راي، هذا نفس الاشكال يعني اللي صار. هذا حقيقه ماهوش راي، بالدليل عندكم الدليل وعندكم كل شيء موثق. ما نجاوبش، ما نجمش نجاوبك في حاجه. مو انت كي تتهم زاد يا احمد، لنكونوا للامانه، كي تتهم قناه، انا نحكي تتهم. ما هو انت تو قلت فما مفبركه ومطرفكه وكل شيء، وباش نتوجهوا للرئيس الجمهوريه يعني هوني انت تتهم في قناه، هل انت عندك دليل واضح وصريح؟ هي اللي بهم القصير، ما قلتكش القناه هي اللي قاعده ترفق، القناه هي البلاتفورم اللي قاعدين يعديوا عليها في منتوج نتاعهم، معناها يجي ينتج لك في وسط القناه، راهي نسمه ماهيش هي المنتجه. هذا واضح، راهو قاعدين تشوفوا في نسمه المنتج ما هيش هي المنتج، نعرفوا شكون المنتج ونعرفوا شكون اصلا وقتاش اصلا، حتى معناها قديش فلوس تسيبت القناه نسمه باش نسمه نجمت سوا ديزون تكون فيترينا، هاني منتجت وهاني ما منتجتش. احنا نتكلموا مش من فراغ، نعرفوا فاش قاعدين نحكيو ونعرفوا فاش قاعدين نقولوا، وهذا ليس مجرد راي، هذه حقيقه، والحقيقه هذه تو يكتشفها الشعب التونسي في الوقت المناسب. نحن مش نقعد نرميو في سميتتنا على الناس. وعلاش تتوجهوا للرئيس الجمهوريه ما تتوجهوش للقضاء؟ على خاطر هذا باش يقول لك العباد، باش يقول لك تو رئيس الجمهوريه ليه بنسب المشاهده وليه بالقضاء، وباش نتوجهوا لرئيس الجمهوريه باش نتوجهوا للناس الكل. هذا دوسي نتاع فساد، هذا الدوسي نتاع فساد، ونعرف اش قاعد نقول. وسونيا بن بلقاسم قدمت شكايه، وبرشا اخرين باش يقدموا شكايه، وماناش باش نخليهم يكملوا، راه انتهى الموضوع، ماناش باش يخليهم يكملوا. واضح، مهما كانت التكاليف ولو تحمل مسؤوليتي. ولو ما تمش التفاعل معكم باش تنفذوا تهديدكم انكم توقفوا العمل احمد؟ طبعا تحترم روحك، سي بون ماك فرقت لي دي جي الكبار وخذيت لي حاجتك فيه، نزلت تتبع حتى في التفاتف اللي نحن قاعدين نجري وراهم باش نخلصوا رواحنا.